أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في المال والاقتصاد In the Money and Economy. معكم على الهواء معد ومقدم هذا البرنامج صفاء مكاني. تستطيعون الاتصال بي دائما بعد البرنامج على الرقم 248-229-4422. أعزائي، هذا البرنامج في المال والاقتصاد برنامج يبث على حضراتكم كل يوم خميس، اليوم الخميس المصادف 11 من شهر حزيران، جون 11، ونبث هذه الحلقة عليكم على الهواء من الساعة 8 لحد الساعة 9 في توقيت الشرق الولايات المتحدة الأمريكية إيسترن. وحقيقة يعرض هذا البرنامج لاحقا خلال الأيام القادمة بأوقات مبرمجة يعرضها عليكم قناة الـMEA. أحب أن أوجه تحية للأخوة المخرجين اللي قائمين على تقديم هذا البرنامج بصورته المميزة. حقيقة اتصالات كثيرة من الأخوة المشاهدين يثمنون تقديم هذا البرنامج للفائدة للجميع، ونشكر دائما اتصالاتكم ومشاركتكم معنا في هذا البرنامج المالي والاقتصادي اللي دائما يدعم من قبلكم خلال اتصالات. أرجو اتصال بينا على أي سؤال أو استفسار فيما يخص مواضيع البرنامج أو مواضيع لم نطرحها بالسابق على رقم اللي موجود أسفل الشاشة مثل ما تشوفون. اتصلوا بينا على الهواء للمشاركة وللاستفسار عن أي شيء يخص أمور المال والاقتصاد. البرنامج حقيقة برنامج تعريفي وتثقيفي وتعليمي، نحاول أن نقدم به معلومات يستفاد من عندها الأخوة المهاجرين اللي حقيقة صار لهم هنا مدة معينة، المدة لا تختلف بين سنة إلى 15 سنة أو 20 سنة حتى. الكل هنا نحتاج إلى المعلومة البسيطة والمفيدة اللي يستفادوا من عندها لشق طريقهم بدون أي عقبات لمواجهة النظام المالي والاقتصادي الأمريكي. نظام معقد حقيقة بكثير من المعلومات والتفاصيل اللي إحنا الكل ليس لديه معلومات كافية، كلنا يعني أنا واحد من الناس ليس لدي معلومات كاملة عن هذا النظام كيف يعمل، خاصة في جوانب من ناحية الستاك ماركت، من ناحية الانشورنس، التأمين على الحياة، تأمين على السيارات، تأمين على البيوت. ولذلك نحتاج المعلومة البسيطة اللي نستفاد من عندها، ممكن تكون بسيطة بس تفيدنا بحياتنا اليومية المالية والاقتصادية، وبعض الأحيان توفر لنا المال من عدم الوقوع في الخطأ. حقيقة هذا هو الهدف الرئيسي من إعداد وتقديم هذا البرنامج، وذلك نطلب منكم المشاركة معنا لإضافة معلومات للسؤال الاستفسار. ممكن نشارك كلنا لتقديم هذا البرنامج المفيد والحقيقة اللي فيه كثير من المعلومات اللي ممكن أن نستفاد منها جميعا. أرجو اتصال بينا على الرقم، وأؤكد على ذلك، وأشكر كل المستمعين اللي يتصلون بينا كل حلقة خلال الأسابيع الماضية ويشاركونا بالبرنامج. اليوم حقيقة لدي بعض المواضيع المختلفة أكيد مفيدة منها. راح أتطرق على الماركت توداي اللي هو نستعرض به أمور الستاك ماركت. دائما نطرح هذا الموضوع، نحاول المواصلة بالأرقام وكيف اتجاه الإيكانومي. كذلك سأطرح تقرير صدر الجمعة الماضية حول الوضع الاقتصادي لشهر ماي. حقيقة تقرير صدر الجمعة الماضية وكان بمعلومات كثيرة تتعلق بالاتجاه الاقتصادي الأمريكي خلال شهر ماي وتوقعهم في الأشهر القادمة من ناحية زيادة الفائدة، من ناحية الجاب، حالة الأشغال بالمستقبل، وكيفية ممكن أن نقرأ الوضع الاقتصادي مستقبلا. هذا بالنسبة للفقرة الثانية. الفقرة الثالثة حقيقة
حب بس بصورة مختصرة أتكلم عن الكرود أويل وأنواعها، مثل ما حقيقة تفضل بأحد المستمعين المشاهدين بالأسبوع الماضي بالسؤال عن البرنت أويل اللي هو كرود أويل برنت، علامة برنت اللي هو أحد أنواع الماركت بلايس حقيقة، مثل ما نقول داو اندستريال البرنت هو حقيقة. لدينا معلومات اليوم نطرحها وللفائدة أنه ما هي أنواع الكرود أويل اللي هي النفط الخام، ما هي أنواعها، فترة بسيطة نتكلم عنها. كذلك سأتكلم عن موضوع إذا أسعفنا الوقت، موضوعين مهمين حقيقة، هو الفرق بين المؤجر والمالك للبيت. هناك فروقات كثيرة يعني سأطرحها بالتفصيل حقيقة، ما هي الفائدة بين أنه أنت مؤجر بيت أو أنت تملك بيت، من ناحية الاقتصادي، من ناحية الاقتصادية والمالية، والناحية الضريبية كذلك بالنسبة إلى الضرائب والاستفادة من الاسترجاع الضريبي في بداية في نهاية كل سنة. كذلك إذا صار لنا فت 5 أو 10 دقائق أخيرة ممكن نستعرض بها ماذا يجب تعمل، يجب أن يعملوا الناس اللي خارجين من البنكربسي أو فوركلوجر، يعني ماذا بعد البنكربسي أو فوركلوجر، كيف يبنوا حياتهم، الكريدت المالي كيف يكون مستقبلهم بهذا الاتجاه. هذه حقيقة نحاول أن نطرحها بمواضيع حلقة هذا اليوم، أرجو أن تنال مواضيعها رضاكم، ونرجو منكم المشاركة معنا بأسئلتكم. البرنامج يبث على الهواء، ولذلك اليوم الخميس جون 11 أرجو مشاركتكم ويانا. الماركت اليوم الحقيقة الماركت كان في ارتفاع اليوم بالنسبة إلى سوق بورصة نيويورك، ارتفع الداو اليوم حوالي 39 نقطة عند الأقفال، وصل إلى 18039. مقارنة بالأسبوع الماضي حقيقة أنا دائما أقارن هذه الأرقام مع الأسبوع الماضي، كان 17905، يعني حوالي أكو زيادة حوالي 134 نقطة عن الأسبوع الماضي، يبين أنه الإيكانومي بالنسبة للستاك ماركت بدأت تتحرك للداو. الناسداك وصل إلى 5082 بارتفاع حوالي 5.82 نقاط من النقطة. الأسبوع الماضي كان 5059، أكو زيادة حوالي 23 نقطة. هنا S&P 500 وصل إلى 2108، الأسبوع الماضي كان 2096، اليوم كان أكو زيادة طفيفة حقيقة 3.60% من النقطة. بالنسبة للكرود أويل، ما أعرف إذا انتبهتوا خلال 4-5 أيام الماضية هناك ارتفاع بالكرود أويل، النفط الخام بدأ يأخذ بالتصاعد حقيقة. أعتقد تأثيره كان بسبب اجتماع الأوبك بالأسبوع الماضي، دول منظمة للمصدرة للنفط أوبك، وصل إلى تقريبا 63 دولار قبل يومين، اليوم استقر على 60 دولار 68 سنت، بانخفاض قليل عن الأيام الاثنين الماضية. 60 دولار و68 سنت كان لحد إعلان أو كتابة تقرير هذه الحلقة، ممكن يتغير بعد الساعة الرابعة، لأنه النفط الخام هو عالمي، لا ليس له أي توقيت، ليس بالنسبة إلى السوق البورصة الأمريكية. ساعة الأربعة بالتوقيت الشرقي يتوقف التداول بالستاك وبالأشياء الأخرى. أما بالنسبة للكرود أويل، الجولد واليورو مقارنة باليو اس، هذا 24 hours، يعني ما يتوقف. بالنسبة للجولد 1181 وصل اليوم، مقارنة بالأسبوع الماضي حقيقة كان 1176، بزيادة 5 دولارات للسعر الأونصة الواحدة للذهب. سعر الأونصة للذهب اليوم 1181. بالنسبة إلى سعر الدولار بالنسبة إلى اليورو الأوروبي، وصل إلى 1 يورو يساوي دولار و12 سنت، دولار و12 سنت ونص، يعني تقريبا
دولار و12 سنت 59 هو يعني تقريبا ونص السنت دولار و12 ونص سنت. اليوم وصل الدولار الواحد العفو ال1 يورو مقاربة الى اليو اس الامريكي الدولار. هذا بالنسبة للماركت اليوم اخبار الماركت. كان ارتفاع بسيط بالنسبة الى سوق بورصة نيويورك. بالنسبة الى الموضوع الاخر اللي هو التقرير الاقتصادي اللي صدر الجمعة الماضية. التقرير كان جيد، اثبت انه الايكونومي بحالة صحية جيدة. القراءة من هذا بالنسبة للاقتصاديين اللي لهم خبرة بهذا المجال توقعوا انه هناك تغيرات احتمال في شهر سبتمبر بالفائدة. بين التقرير ان هناك زيادة في الجاب، يعني عدد المشتغلين حوالي اضافت 280 الف وظيفة اضيفت في شهر ماي على الجاب ماركت. كذلك بين التقرير انه هناك يعني زيادة بالتوظيف، ولكن مثل ما معروف الزيادة لا تعني بالضرورة انه unemployment rate سينخفض. هناك مؤشرات اخرى تتعلق بهذا الموضوع، ولذلك unemployment rate يعني نسبة البطالة كنسبة الاندكس المؤشر ارتفع، يعني كان 5.4 بالعشرة في شهر ابريل، ارتفع الى 5.5 بالعشرة، يعني 5.5 صعد نقطة تقريبا بالعشرة. السبب يعني احنا نقول ضعف الجاب ماركت 280 موظف الى الـ احنا نسمي البول او الـ يعني بالنسبة الى العمل، الى حوض العمل يعني. ولذلك التغير كان بسبب انه في ابريل كما هو معروف انه ابريل اعطى انديكيشن لانه الربع الاول دائما ينطي ميزة انه هناك كثير من المتخرجين من الكوليج يحاولون يدخلون للجاب بول، ولذلك كان التغير يختلف. اليوم في شهر ماي كان قليل من ارتفاع هذا نيشن وايد. تعرف من يكون نيشن وايد يعني كل الولايات المتحدة الأمريكية الخمسين تعطي تقاريرها، وذلك بعض الولايات تكون أحسن من الأخرى، والخمسة فاصلة خمسة بالعشرة هو المعدل لهذه الولايات. كذلك بين التقرير أنه أكو توقع أو أكو تنشن، يعني أكو خلينا نقول ضغط على الإيكونومي أو على البنك الفيدرالي لزيادة بالفائدة. يعني احنا دا نسمع هاي صار لنا اكثر من 9 اشهر انه توقعات زيادة الفائدة للبنك الفيدرالي. البنك الفيدرالي لحد الان الفائدة مالته هو زيرو لحد الان. هذا الفائدة استقرت من شهر ديسمبر 2008، لم تتحرك من ذاك لك اليوم من الفاجعة اللي صارت بالنظام الاقتصادي الامريكي في غضون نهاية 2008-2009، من صار الحقيقة المشكلة العقارية والريال استيت والكثير من الشركات بسبب الجاب، أيضا كثير من الشركات راحت بنكربسي. سمعنا عن الجاينت الجي ام موتورز والكرايسلر راح عارب بيزنس، وكثير من الشركات العملاقة اللي ما أريد نذكر أسماء حقيقة كانت الحقيقة الإفلاس في ذلك الوقت. ولذلك الفيدرال ريزيرف أو البنك الفيدرالي استوجب عليه أن يقلل الفائدة لحركة الإيكانومي. اليوم إذا الإيكانومي تحركت بصورة ملموسة، البنك الفيدرالي احتمال يزيد نسبة الفائدة. هذه الفائدة تعطى إلى يعني المؤسسات الكبيرة لتمشية أمورها، مثلاً شركات تأخذ فلوس من البنك الفيدرالي، صح يقولون البنك الفيدرالي يأخذ 0% على هذه الأموال، نسبة بسيطة بس هي لحركة الإيكانومي. بالنسبة إلى احنا دائما نذكر البرايم ريت، برايم ريت اليوم 3.25،
أيضا هو بمعدل ربع نقطة تقريبا فوق الـ 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 الزيرو، لأنه هو حقيقة 3 هو الفرق بين نسبة البنك الفيدرالي تعطي الفلوس إلى البنوك، ولذلك البنوك يجب أن تعمل على من ضمن الستاك هولدر. حقيقة البنوك هم مؤسسات اقتصادية تعتمد على شير هولدرز، ليسوا مؤسسات حكومية مثل بلدان الشرقية. بالبلدان الشرقية قبل أيام زمان كل البنوك كانت مملوكة من قبل الحكومة، الحكومة هي تمشي أمور البنوك. هنا هذا الكلام غير موجود، هنا بلد رأس مالي، رأس المال هو اللي يمشي هذه البنوك، والشير هولدرز هم رأس المال. أنت أي واحد ممكن أن يشتري ستاك أو شير سند أو سمي إحنا يعني صكوك أو سندات من الشركات هذه، سواء كان صكوك أو بريفير ستاك أو ستاك الأصلي، ويكون جزء من هذه الشركة كأي شركة حتى لو كانت عملاقة. ممكن تشتري 100 شير 200 شير أسهم من هذه الشركة وتكون أحد رأس مال هذه الشركة وأحد الشير هولدرز أو المساهمين بهذه الشركة. ولذلك نرجع إلى موضوعنا بالنسبة إلى الإيكانومي وممكن تغير الفائدة خلال شهر سبتمبر حسب توقعات الاقتصاديين الخبراء اللي يفتهمون بهذا الاتجاه. وذلك هذه أيضا نقطة ممكن أن يستفاد من عندها الأخوة المشاهدين، من ناحية إذا أنت كان لديك أي قرض عقاري وتتوقع أنه زيادة بالبنك الفيدرالي حتما يحي تزداد الفائدة، سواء كان هوم أكوري عندك رح يكسبايرد، أو مثلا أنت عندك نية تأخذ قرض اليوم على البيت ما عندك بيفور، احتمال مثلا عندك فائدة عالية 5.5-6%، تستغل الفرصة الآن لعمل إعادة القرض وعمل الريفاينانس لتستفاد من انخفاض نسبة الفائدة. هناك الكثير من البرامج والقروض، يعني اكو كثير ناس يقول لك انا ليش اسوي إعادة قرض، ممكن تكلف لي المعاملة 2000-2500. هناك الكثير من القروض ممكن ان تستفاد من الخاصية انه نو كلوزنج كوست موجود، اكو هذا البرنامج عندي، وحقيقة تستفاد من انقاص عملية الفائدة بدون ان تدفع اي مبلغ لاجور المعاملة. هذا هو حقيقة المبدأ الرئيسي لإعادة القرض والاستفادة بصورة كاملة من إعادة القرض. دخلنا في مواضيع أخرى حقيقة، ولكن كان الهدف مالنا أن نبين أنه زيادة في الفيدرال ريت أو البنك الفيدرالي عندما يرفع سقف الفائدة سيأثر على الكل، راح يأثر على الكونسيومر آني وأنت، راح يأثر على الفائدة اللي تعطى من قبل البنوك بالنسبة إلى القروض، بالنسبة إلى السيارات، بالنسبة إلى كل شيء، حتى بالنسبة للليس. إذا تروح تشتري سيارة أو ليس وما عندك فلوس كاملة للشراء، ممكن أن تأخذ قرض عليها. الليس أيضا يعتمد على نسبة فائدة. الليس هو مثل الشراء، الليس يعتمدون أنه أنت مدى تدفع فلوس السيارة كلها، يسوي لك إياها على شكل ليس، مكان ما تأخذ قرض كامل بسعر السيارة وأنت تدفع للبنك. هي كلها نفس الشيء، مجرد أنه هذه تدفع القرض، أنت عندك 24 شهر ليس تدفعها وتخلص من عندها. بالنسبة للشغلة الأخرى، إذا تشتري سيارة وتأخذ عليها قرض، هذه السيارة تصير لك ورا ما تدفع القرض بصورة كاملة. سو أكو يعني فرق بسيط، بس لكن بوث يعتمدون على نسبة فائدة تعتمد على نسبة الفائدة للبنك الفيدرالي. وذلك هذه أيضا ملاحظة بالنسبة إلى الأخوة اللي لديهم مشاريع مستقبلية من ناحية القروض على بيوتهم أو لأي شيء من أشكال القروض، سواء سيارة أو حتى مثلا personal loan أو credit card. المهم الفائدة ستؤثر على كل القروض اللي موجودة بالماركت.
هذا حقيقة ما جاء في التقرير في الأسبوع الماضي الجمعة الماضية. حبيت أن أنوه وأبين بعض النقاط المهمة اللي فيه. تقرير موجود على شبكة الإنترنت حقيقة. الكثير من الويب سايت المالية اللي هي شبكات الإنترنت اللي اتطرقوا على تفاصيل التقرير اللي صدر من يعني طبعا من الجهات المسؤولة على تقارير البطالة والعمالة وما شابه ذلك من التفاصيل والمؤشرات المهمة الاقتصادية اللي تخص الكونسومر الأمريكي. الموضوع الثالث اللي حبيت أن أتطرق به حقيقة هو موضوع حقيقة بين أحد المشاهدين في الأسبوع الماضي أنه يحتاج إلى معلومات أو حقيقة طرح موضوع البرنت أويل اللي هو كرود أويل برنت. هو حقيقة علامة مميزة. أنا ما كان عندي معلومات كاملة عن الموضوع. أعرف أنه أكو التسمية دائما أذكر بحر الشمال نفط بحر الشمال اللي هو يصير شمال بريطانيا. بحر الشمال هو المكان الرئيسي اللي يستخرج به هذا النفط. إذا نفط بحر الشمال هو نفسه برنت أويل كرود أويل برنت. برنت أويل حقيقة هو بنش مارك. شنو بنش مارك؟ يعني مثل ما نقول داو إندستريال اللي هو بنش مارك للاقتصاد العالمي. أويل برنت هو كذلك الكرود أويل برنت علامة برنت اللي هي البنش مارك أو الأساس اللي يعتمد به كل الكرود أويل كل النفط الخام. ولذلك هو مميزاته أنه خفيف. يعني مميزات نفط بحر الشمال خفيف ويسموه حالي سويت. يعني السبب أنه خفيف هو كثافته قليلة low density بي. وذلك أسعاره دائما أعلى من النفط الكرود أويل العالمي اللي احنا نسميه الريجلر كرود أويل اللي هو اللي نعرفه اللي هو هذا مال أوبك. يعني هذا اللي نذكره يوميا هو هذا النفط العالمي اللي هو صادر من منظمة الأوبك المصدرة للدول منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. بالنسبة للبرنت هو دائما أغلى بسبب خفته. مشتقاته دائما تكون أغلى. يعني مشتقات الخفيف أغلى تكون. يعني تستخدم للطائرات النفاثة ويعني استخراج من عنده هذه الأمور. يعني مثلا نجيب لك برميل أويل إذا طلع من عنده الجزء الغالي من المواصفات يعني من المشتقات فحتما راح يكون سعره اغلى. وذلك يقول لك هذا خفيف لايت يعني لو دنسيتي بي استخداماته كثيرا بهذه الامور اكثر من النفط اللي الثابت اللي هو مال منظمه خلينا نقول الكرود اويل الرسمي العالمي اللي سعره يسموه اوبك ريفرنس باسكت يعني اللي هو تتعلق بالأوبك. أو هناك نوع آخر يسمى دبي كرود أويل يعني اللي هو أويل مال دبي أو عمان كرود أويل. هذه تسميات على يعني اقتصادية معروفة. يعني بتقول أنا أريد أشتري نفط مال أوبك اللي هذا هو المعروف اللي دول مصدرة للنفط أوبك تطرحه بالأسواق العالمية ويعرض على الماركت. أما بالنسبة إلى دبي هو إلى اسم خاص بي وعمان أيضا. وهناك أورالز أويل كرود أويل أويلية جبال الأورال حقيقة هو هذا الأورالز أويل. وعندك ويست تكساس اللي هو مال أمريكا يسموه ويست تكساس اللي هو جنوب الولايات المتحدة الأمريكية هو قريب على مصافي النفط اللي هو أكو هناك كثير من الحقول يسموه ويست تكساس انترميديت. هذا هو البراند نيم. ولذلك هذه الأسماء موجودة حقيقة بالسوق النفط الخام العالمي. هذه هي الأسماء المعروفة. وإذا أويل برنت كرود أويل برنت هو البنش مارك لأسعار يعني أقارنكم أسعار البنش مارك للبرنت أويل اليوم
حوالي 64 دولار مقارنة بالأويل اللي العالمي اللي هو من ضمن منظمة الدول المصدرة 60 دولار و 68 سنت تقريبا 3 دولارات وشوية أعلى بسبب غلاء البرنت أويل كرود أويل بالسوق العالمية. وبعض الأحيان يسمى البرنت أويل برنت بلند، يعني اللي هو هو التسمية مالته والكوتيشن مالته، اللي هو بعض الأحيان أيضا يسمى لندن برنت أو برنت بتروليوم. يعني هذه تسميات دائما يعزو إلها هو بالحقيقة نفط الخام لبحر الشمال، هذا هو التسمية الرسمية العربية لهذا النفط اللي هو يختلف عن نفط اللي صدر منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. هذا هو ما حقيقة يعني قدرنا نحصله بالنسبة إلى كثير معلومات موجودة في الانترنت حول نفط الخام أويل، بس حبيت أطرح هذا الموضوع على المستمع لأن جتنا اتصالات حقيقة الأسبوع الماضي عن ما هو برنت أويل، واليوم أضفنا بعض الأمور اللي تخص النفط الخام من مواصفات أو مسميات أخرى على هذا الموضوع. دخلنا في المواضيع، هاي كانت مواضيع اقتصادية عامة حقيقة، حبينا معلومات عامة، سندخل بتفاصيل حقيقة إذا أسعفنا الوقت. هناك موضوعين مهمين جدا أرجو مشاركتكم ويانا، راح أبحث هذا الموضوع حول موضوع المؤجرين ومالكي العقار، ما هو الفرق بيناتهم؟ دائما تجينا أسئلة من أصدقاء يقول لك أنا مؤجر شنو تنصحني، يعني هل هو أكو فائدة من هذه العملية، هل أكو استفادة من وجودي كمؤجر؟ يجوز أتوقع أنه الإيجار أقل، يعني يجوز أني أتصور أنه مثلا أنا دا أدفع 600 دولار اليوم كإيجار أو 800 دولار، خلينا نقول هسه الإيجار يعني 600 دولار يعني قليل تحصل به في مناطقنا، يعني في ولاية ميشيغان في خاصة متروبوليتن أريا اللي هو يمكن بيت، يعني أنا أسمع الكثير من الإخوان من ديربون أقول له قد مأجر يقول لي 900 دولار أو 1000 دولار أو 1200 دولار، يعني بيوت هسه قليل يعني تشوف أنه مبالغ إيجار بالستمية، يعني حتى أبارتمنت اليوم بسيطة غرفة نوم أو غرفتين ممكن تحصلها ب 800 دولار في هاي الأريا كأقل تقدير، يعني أكو أبارتمنت غرفتين بال 1200 دولار 1300 دولار بعض المناطق الجيدة 1500 دولار أيضا تصل. وذلك بعض الناس تسأل يعني أنا مؤجر كيف ممكن أن أحسب هذه الحسابات لمعرفة هل أنا متخذ القرار الصحيح، هل شراء البيت هو أحسن إلي أم لا. ولذلك سأناقش هذه الأمور بصورة يعني اقتصادية مالية وبدون تحيز للمالكين، يعني أنا لا من خلال هذا التقرير أو الكلام اللي راح أتكلم عنه لا ليس بهدفي الرئيسي أنه أخلي المؤجرين وأدفعهم لشراء بيت بدون حسابات بدون دراسة. هذه الدراسة تتأمل أنه نعطي المعلومة الصحيحة. المؤجر خلينا نعطيكم مثال، مؤجر يدفع اليوم 800 دولار إيجار، هاي ال 800 دولار راح ينطيها للصاحب العقار احنا نسميه لاندلورد وفلوسه راحت ذات ست، ما استفاد من عندها كل شيء، يعني هذا هو المؤجر. الشيء اللي راح يستفاد من عنده من ناحية ضريبية الاسترجاع الضريبي في نهاية السنة فقط من يعمل الستيت تاكس، من يعمل الستيت تاكس راح يقول بالفقرة اللي تتعلق بشنو تدفع انت كهومستد، انت وين ساكن، ساكن ايجار تدفع تاخذ اسمه وعنوانه اللاندلورد وتقول انا اذا ادفع الفلان الفلاني مبلغ 800 دولار بالسنة هي 800 دولار هي 9600 دولار هي 9600 دولار مبلغ السنوي، هل 9600 دولار شو تسوي؟ تنقص تنطيك ديدكشن قليل، يعني ما تنطيك 9600 دولار مثل انت تسوي انت 30000 ما تنزل لك 9600 دولار، تنطيك ديدكشن قليل، الديدكشن مال الستيت هو اصلا قليل لان ما ياخذوا من عندك هوايه،
مو مثل الفدرة، احنا تركيزنا دائما على الفدرة، وذلك احنا من نستلم شكات يقول لك جاني تشك كبير، تمام لو لا، تشك كبير هو مال فدرة، تشك الصغير هو مال ستيت. ستيت ما تنطيك وايد ديدكشن، هذا في حالة المؤجر. هذه نترك المؤجر لان فلوسه راحت، $800 راحت هباء منثورا. اما بالنسبة الى المالك، خلينا نقول واحد اشترى بيت، وانا اعرف الكثير من الناس يعني في مناطقنا $800 اليوم ممكن ان تشتري بيت وتدفع $800 ايضا لبيت، يعني ما نقول بيت كبير، ممكن ان يكون بيمنك $800، نفس الايجار ده تدفعه بنفس المنطقة تشتري بيت تدفع $800. $800 هي من ضمنها طبعا بها اشياء تفاصيل اخرى، يعني خلينا نقول انت تشتري اليوم بيت خلينا نقول $100,000، اذا ما عندك داون بيمنت معناه راح تختار البرنامج اللي هو احنا نسميه FHA، سواء تخلي 3.5% والباقي تاخذها قرض من البنك. هذا القرض من البنك على $100,000 ما راح يتعدى $800 اذا كانت تاكساتك معقوله، يعني اكو تاكسات $150 الى $200 يجي لها انشورنس بس $60، البيمنت مالك حوالي 500 وشويه ويا مورجج انشورنس، يعني 800 الى $900 هذا هو بيمنك الشهري. هذا هو البيمنت اللي راح يكون مقارب الى قسطك الشهري للايجار. بس شوف الفائده هنا، ال $900 او $800 راح تدفعها على البيت، انت راح تدفع قرض مبلغ القرض طبعا 30 سنه، هذه لانه دائما احنا نقول مبلغ القرض يقل اذا كان عندك المده اطول. سو القرض اللي تاخذه من البنك يعطيك قرض تدفع مبلغ اللي يسموه قسط الشهري او مورجج بيمنت، اللي هو مونثلي مورجج بيمنت، يكون على شكل برينسيبل زائد انترست. شنو برينسيبل؟ يعني مبلغ انت اولا تدفعه كفائده، وثاني المبلغ اللي هو ضمن البيمنت، يعني ضمن المبلغ القسط اللي نقول هو خلينا نقول $500، هال 500 قسم من عندها يكون حق البنك اللي هو الفائده مال البنك، قسم الباقي راح يقلل من اللون الاصلي. يعني خلينا نقول اخذت $100,000 ودفعت 500، خلينا نقول تقريبا $150 راح يقل مبلغ $100,000 بالشهر، وهذلك يتصاعد شهريا شهر بعد شهر. هنا شنو راح تستفاد من العملية؟ هناك ثلاثة فوائد من هاي الحالة. اولا هل $800 ده تدفعها للقرض من ضمنها البروبرتي تاكس والانشورنس والقسط البيت، هذا راح تستفاد من عدها انه اولا القرض مالك الكبير راح يقل، يعني انت ده تخلي فلوس بجيبك. ليش؟ لان انت القرض مالك اخذته 100 صار مثلا خلينا نقول 99.800، يعني قد صار عندك بجيبك $200 هاي بالشهر، وهكذا بالسنة انت راح تستفاد في 2000 الى $3,000. القرض مالك من 100 راح يصير 97,000، يعني 3000 صارت بجيبك. هاي النقطة الاولى، استفادة من دفع القسط الشهري للقروض مقارنة مع المؤجر اللي ما راح يستفاد كل شيء، فلوسه كلها راح. $800 هذه قلنا راح تتقسم الى انه فائدة وبرنسبل وتاكس وانشورنس، خلصنا. الفائدة رقم 2، انت اكو شغلة يسموها بالانجليزي appreciation، يعني نسبة الزيادة السنوية، او انا دائما اسميها غلاء المعيشة. يعني اليوم الدولار تقدر تشتري بيه علشة بنوعية معينة، نفس الدولار سنة الجاية ما راح تشتري نفس العلشة، ما تقدر، لازم تزيدها فد ربع أو 100 10 سنتات، يسموه غلاء المعيشة أو the appreciation، يعني أو إحنا عامل نسميه الانفليشن. ولذلك البيوت بعض الأحيان، في قسم من الأحيان اللي هي من يكون كساد اقتصادي البيوت تنزل، بس 90% من الأحيان البيوت دائما تصاعدية. هاي التصاعدية نسميه appreciation، يعني البيت اليوم تشتري 100 دفعت القسط مالك
السنة الجاية ما راح يكون سعره 100 إذا الاقتصاد يكون بحالة جيدة، يعني حالة الاقتصاد صحية بالاتجاه الإيجابي. احنا ما نريد نذكر بين 2008، يجوز أحد المستمعين يقول لي كلامك غير صحيح لأنه البيوتنا نزلت وقعت بالقاع. صحيح، أنا وياك، من يكون الإيكانومي تعبان الوضع مثل ما صار في نهاية 2008 ولغاية 2012 كان أكو مشاكل اقتصادية، البيوت كلها نزلت، ولذلك صار عندنا مشاكل بالفوركلوجر والناس صادرت بيوتها وصادرت كثير من البيوت، الناس ما قدرت تدفع المورجج ونزلت البيوت في مناطق أقل من 50% من قيمتها. نحن نتكلم في حالة الاعتيادية اللي هي 90% من هاي الحالات تكون انه انت من تشتري بيت اليوم 100,000 دولار، سنة الجاية بنفس الوقت ما رح يكون 200,000 دولار في حالة الطبيعية الصحية للاقتصاد الامريكي. يعني على الاقل هالمية رح يسوي لك 110. زين، اذا هنا انت اشتريت بيت 100 صار 110 سنة الجاية، اللون مالك صار من 100 الى 97، سوش قد استفاديت 13,000 خليتها بجيبك. انت سنة الجاية بنفس الوقت الشراء اذا بعت البيت اشتريت 100 بعت 110 انت استفاديت 13,000، بينما اذا انت كنت مؤجر اليوم وسنة الجاية مؤجر قد راح يصير بجيبك؟ زيرو. هذا هو المقارنة رقم 2. اذا انت هناك الابريشيشن او احنا نسميه معدل الزيادة السنوي للريل استيت، للعقارات بصورة عامة، سواء كان ريزيدنشال بيوت او كوميرشال بزنس، هناك زيادة 10%. انا اذا اتكلم وحقيقة يعني يعجبني استلم اتصالاتكم على الرقم اللي موجود للمناقشة ولطرح اي سؤال، اذا كنتم مندمجين بهذا الشرع فهذا شيء جيد، ولكن انا احب انه اعرف انه انتم دا تستمعون دا تفتهمون هذا الكلام، هل هذا الكلام منطقي؟ اذا واحد عنده اعتراض احب ان اسمع من عندكم، ارجو الاتصال بي على الرقم اللي موجود اسفل الشاشة اذا انتم حقيقة يعني متواصلين وياي، هل شرحي كان يعني مفهوم او يعني بتعقيد او ما كانت الحالات مفهومة هنا، ارجو الاتصال بي على الرقم الموجود اسفل الشاشة للمناقشة ولأي سؤال لديكم. هذه حالة رقم 2 تكلمنا عنها من ناحية الاستفادة إذا كنت مالك للبيت. سو قلنا راح تستفاد من الزيادة الطبيعية في حالة الاقتصاد الطبيعي بزيادة سعر البيت من 100 على الأقل 10%. يعني هالسنة أكو مناطق في ميشيغان، ما أريد أذكرها، مناطق كثيرة حقيقة، بس يعني أثبت منها مثلا ديربون هايتس، عندنا ستيرلينغ هايتس، هذه المناطق ارتفعت اكثر من 130% هالسنه. يعني اكو مناطق يعني صعدت كثيرا. يعني البيت ابو المية اللي اشتريته العام اليوم 130,000. هذا هي الفائده من شراء البيت اخي المؤجر. انا ليس هدفي انه اضغط عليك. هذه الفائده الثانيه، انه بيتك زاد، استفاديت من انه دفع الاقساط الشهريه بتقليل المتبقي للقرض، نزل عندك من 100 إلى 97,000 دولار، استفاديت 3 من القرض خليتها بجيبك، من بعتها 110 عندك أو 120، هاي زيادة عن 100 لأنه يسموه appreciation، زيادة سنوية المعقولة حسب الإيكانومي بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي، بالنسبة لزيادة الريل استيت العقار، زيادة أسعار العقار، البيوت والبزنس الكوميرشال أيضا. الحالة الثالثة اللي هي الاستفادة رقم 3 اللي تتعلق بالضرائب. أنت اليوم كمؤجر قلنا ده تدفع 800 دولار، راح تستفاد فقط من الاسترجاع الضريبي من الستيت، يعني الولاية اللي أنت عايش بيها. تعرف الضرائب هي أما فدرال أو ستيت. سو من تكون مؤجر ما تستفاد من فدرال نهائيا ولا دولار، فقط من الستيت اللي هو تجيك 3-4 دولارات. بالنسبة إلى الفدرال، العفو، بالنسبة إلى يعني كمالك للعقار، أنت تملك العقار وتدفع أقساط،
تستفاد من التاكسات لحالتين. اولا الفائده اللي تدفعها للبنك يجي عليها ديدكشن، ثانيا نفس النقطه هي حقيقه استرجاع ضريبي. الفائده اللي تستفاد من عندها من دفع بروبرتي تاكس تجيك فائدتين، ولذلك يجمعون هذه الرقمين في حقل يسموه اوتومايز ديدكشن، وتقدر تنزل تاكساتك لانه انت دا تدفع مورجج انترست. مورجج انترست يعني فائده على القرض. الفوائد السنويه تجمع ويدزوا لك نهايه السنه البنك او شركه العقاريه يسموه 1099 مورجج انترست. 1099 مورجج انترست هذا يسموه سكجول 1099، يقولوا لك هل قد دفعت لنا انترست وهل قد دفعت لنا بروبرتي تاكس. يجمعوهم البوك كيبر مالك ياخذه ويقلل من الديدكشن السنوي. هذا هو الفائدة رقم ثلاثة اللي هي الاسترجاع الضريبي من الفدرال. هذا الاسترجاع كبير مقارنة مع الاسترجاع اللي تاخذه كمؤجر اللي تسترجع فقط الاستيت. هذا حقيقة الفائدة رقم ثلاثة كمالك للعقار. الفوائد اللي تتعلق بوجود العقار انت كمالك تختلف نهائي يعني كليا على الإيجار. كمؤجر انت مثل ما قلنا يعني بغض النظر، هذه فقط معلومات تتعلق بالصفة المالية والاقتصادية اللي انت تستفاد من عندها. احنا ما دخلنا بالبريفليج احنا نسميه، او ما هي الامور اللي ممكن انت تتمتع بيها كمالك للبيت. يعني انت مالك للبيت لو مثلا قاعد بشقة غرفتين ضيقة، عندك أطفال يعجبهم يلعبون برا، هذه الأمور ما ناقشناها. يعني احنا مدى نقارن من ناحية الراحة بالنسبة كمؤجر والراحة بالنسبة كمالك للبيت يعني كمالك يعني كشخص يملك البيت ويدفع القسط الشهري ويستفاد من الأقساط هذه حقيقة موضوع اللي حبينا نتطرق به بالنسبة إلى الإيجار والملك. حقيقة عندنا اتصال، تفضلوا أنتوا مع برنامج المال والاقتصاد، تفضلوا أنتوا على الهواء. أهلا مرحبا صديق. أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ هلا وفراس، يا هلا يا هلا بي. صفاء عندي سؤالين بلد ما عليك. تفضل. حبيت أسألك على الفوركس ماركت. العفو عن شنو؟ ما سمعتك. الفوركس ماركت، الكرنسي ماركت. الكرنسي يعني الأموال بالضبط. الفوركس ماركت إذا سامع بيه أستاذ صفاء. شنو العفو؟ ما صوتك مو واضح العفو. اي الكرنسي ماركت سوق العملات. سوق العملات نعم. شنو سؤالك عنه؟ اللي هو تشتغل به اونلاين يعني عن طريق الانترنت. اوكي. شنو يعني هذا يعني بس ابي توضح يعني معلومات هذه شويه، يعني انه سوق يعني حقيقي. سوق العملات موجود. سوق العملات مثل سوق ماركت، اكو ستاك للعملات، اكو ستاك للعملات تشتريها بمبلغ تتعلق بالعملات، مثل سوق القهوة، سوق النفط، سوق الأعشاب. يعني سوق موجود، يعني سوق ما ستاك ماركت هو. يعني المهم انه تشتري البراند اللي هو مثل عندك شركة مال تليفونات ايفون ابل، تشتري الستاك. اكو عملات معينة، اكو عملات بالدولار، اكو عملة الكندية بها سيمبل، يعني تروح بالانترنت وتقرأ عنها ويعني ستاك مفتوح. الستاك ماركت يعني مفتوح بكل اشكال الـ يعني بالنسبة للبضائع، بالنسبة الى الذهب ايضا. يعني الذهب انت ممكن ما تروح للصايغ تشتري اونسة الذهب، ممكن تروح للانترنت وتشتري. اكو كثير من الستاك ماركت اللي يتعاملون بالذهب، اسعارهم صاعدة نازلة، هم تقدر تشتري. كل ما يصعد الذهب تشوف الستاك يصعد. فتأثير الكماليتي يسموها بالانجليزي، يعني الموارد
الاقتصادية اللي هي قهوة شاي، هاي الأشياء اللي هي كوموديتي، الذهب والأشياء الأخرى ممكن أن تدخل بها بالسوق الماركت. يعني تصدى هو سوق العملات يعني نفس سوق الستوك ماركت، تقدر تشتغل بيه أونلاين يعني. Exactly exactly نفس السوق. أوكي. السؤال الثاني على زيادة نسبة الفائدة اللي تحكي بيها. نعم. راح تأثر على العقارات يعني يصير ركود شوية بالعقارات تصير زيادة سعر الفائدة لو شلون؟ في رأس أنت وين من تخابر، من يا ولاية؟ أنا من سان دييغو. من سان دييغو، يا أهلا وسهلا بك، شكرا على اتصالك. حقيقة دائما زيادة الفائدة راح تأثر، يعني الفدرال ريت إذا صعدوه حتما راح تأثر على الفائدة على المورجج أو الهوم أكويتي، راح تأثر على كل الإيكانومي. احتمال الركود بالنسبة للبيوت، يعني بالنسبة لعملية الريفاينانس أو الشراء، ما اعتقد راح تاثر، هذه راح تعتمد على الايكونومي. ممكن تشتري بيت اليوم 100,000 باكر يصير 150. تتوقع سان دييغو اتس بومينج مثل ما يقولون، ده تصعد الفائده ربع نقطه تصعد، ما راح ياثر على المشتري، وذلك ما اتصور ركود الشراء راح له علاقه ب يعني له علاقه بس بسيطه جدا. يعني ما يصير زياده بالشنو يعني العفو؟ يعني زيادة بأسعار العقارات، تصير زيادة وما له علاقة، أسعار العقارات عرض وطلب، ما له علاقة بالفائدة، نو ما له علاقة بالسيتي اللي أنت عايش به. ما له علاقة يعني بسعر الفائدة. لا، سعر الفائدة هي القروض اللي تأخذها من البنوك لشراء بيت أو لشراء كوميرشال. أسعار العقارات تعتمد على كثير من الأشياء، ديموغرافية اللي هي عدد المواطنين الساكنين بذيك البقعة، شنو حالة الاجتماعية، هل أكو اقتصاد بهالمنطقة مثل سان دييغو. سان دييغو دا تصعد بصورة غير طبيعية، بعض المناطق الموجودة في أمريكا دا تصعد بصورة غير طبيعية، وذلك زيادة الأسعار ما لها علاقة بالفائدة. شكرا أخ فراس على اتصالك، عندنا بعد اتصال آخر. تفضلوا أنتوا مع على الهواء في المال والاقتصاد. ابو عمار من ميشيغان، تفضل. مرحبا استاذ صفاء، اهلا وسهلا بك. شلون صحتك؟ يا هلا فيك صفاء. ابو عندي سؤال دقني. تفضل استاذ صفاء. انا اريد اشتري بيت. نعم. كريدت ما عندي زين، راح اقدم على كريدت زين، ياهو الاحسن اذا واحد يسوي لي كود ساين او اقدم على شتنا يعني البنك ينطي قرض العفو؟ ابو عمار، انت اذا ما عندك كريدت يعني معناها انت نهائيا ما مقدم على كريدت كارد، ما عندك كل شيء بالريبورت مالك، تمام لو لا؟ نعم. اللي تريد تسويه، لان الكوساينر ما راح يفيدك ايضا، ما راح ينطوك قرض. نعم. نعم. اذا ما تصير زحمه استاذ صفاء، خلي سمعك بالتلفزيون. راح اذكر تليفوني حقيقه، لان هذا تفاصيله كثيره. نعم. يعني يمكن اشرح لك اياها في ربع ساعه او 20 minutes، وذلك يعجبني تتصل بي على رقم موجود عندي، على رقمي، اتصل بي بكره ونتناقش. نعم. بهذا الموضوع نشوف احسن طريقه. اكو فتشي واحد فقط للكوساينر يفيدك، هو يعني برنامج حقيقه خاص موجود عندي اسويه لجماعتنا. بس الشخص اللي يكفلك انت لازم يكون عندك كريدت على الاقل، وعندك مشكله بالانكم. اما اذا ما عندك كريدت نهائيا، يراد لك انه يستبلش يور كريدت، تروح على بنك تخلي مبلغ وتاخذ كريدت على ضوء هذا المبلغ، يسموه سكيورد كريدت كارد. هاي باكر من تتكلم وياي يعني اتصل بي على رقمي واني اتكلم وياك بالتفصيل ان شاء الله. شكرا استاذ صفاء. ما عندنا خط اخر، كان عندنا اتصالين. اهلا وسهلا اخ ابو عمار. حقيقة راح أتكلم وياك بكرة أخ أبو عمار، اتصل بي على رقمي السيلفون 248-229-4422 248-229-4422. هذا الرقم حقيقة تقدر تتصل بي يعني في أوقات الدوام، ممكن أن تتحدث بالتفصيل عن الطريقة الصحيحة لعمل هذه القروض الخاصة. حقيقة أنا ما أحب أنه أتكلم عنها بسبب أنه
يعني اتس بزنس. يعني اني بعض الناس ما احكي بهذا الموضوع بالبرنامج دائما، لانه بعض الناس تسمع لهذا البرنامج، ويعني خاصه بالنسبه للكومبيتيشن، يعني احنا عندنا ناس تشتغل في الماركت ممكن يعني كثير منهم يعرفون بهذا البرنامج، اللي هو طريقه معينه انه الشخص اللي ما يقدر هو يشتري بيت وكان عنده مشكله بالانكم، يشتغل سنه ما عنده سنتين، هسه بادي يعني هسه بادي شهر شهرين دا يشتغل، ممكن ان يجيب كوساينر يوقع عليه. عندنا برنامج خاص بهذه الاشخاص ممكن، وعملنا كثير من الناس. المهم الكوساينر يكون جيد ويحاول انه يبذل المساعده للكفاله، احنا نسميه الكوساينر نان اكوبايد كوبراور، الكفيل الذي لا يسكن البيت. هذه حقيقه هو التايتل او اللقب ماله، اللي هو يقدر يجي ان يكفل الشخص اللي يريد يشتري البيت. بس بصوره سريعه حبيت ابين انه عندنا 3 دقائق اعتقد كافيه لشرح بصوره سريعه بالنسبه للناس اللي تعرضوا للبنكربسي او الفوركلوجر. يعني ما أصور أنه قعدوا مكتوف اليدين، يجب أن يتحركوا، لأن هذه أمريكا بلد الفرص. اليوم أنت صار عندك فوركلوجر أو صار عندك بنكربسي ليست نهاية العالم. العالم أكو فرص في أمريكا، سويت فلاس صادر بيتك، اللي عليك، أنا أتكلم من ناحية المالية والاقتصادية، اللي عليك طبعا كريدت مالك تأذى، صار باد كريدت أفتر ما صار عندك البنكربسي، سواء سويت شابتر 7 او 13 بالنسبه للبيرسونال، ككوميرشال شابتر 11. هتكلم على الناس اللي خرجوا من البنكربسي، صار عندهم ديسشارج شابتر 7 شابتر 7 او 13 بالنسبه للاشخاص. انت ليست نهايه العالم. يوم اللي تطلع من الديسشارج يجب ان ترسم لحياتك مستقبل. خلال سنتين يجب أن تبني الكريدت مالتك مرة أخرى. هناك طرق كثيرة، أول ما تقدم ما راح يقبلوك، بس أكو كثير من البنوك تنظر لك كأنه أنت خالي من الديون، ولذلك لا تتصور أنه راح يرفضوك. ولكن أول خطوة بعد البنكربسي أنه تحاول أن تفتح كريدت سيكيورد، تخلي فلوسك حتى تبني الكريدت مالك مرة أخرى. ودائما تأكد، شوف الكريدت مالك هل هو كل الأشياء اللي أنت مطلوبها موجودة بالديسشارج، مبينة بالريبورت. دائما اتأكد، بعض الأحيان أنت تكون مطلوب 6-7 كريدت كارد، البنكربسي اللي تسويه ما يشملهم، you probably miss one of them, two of them. لازم تشيك بالكريدت ريبورت مالك هل كلهم موجودين، تتأكد من الديسشارج بيبر هل هم هؤلاء الكريدت كارد listed there، كلهم تشيكهم تتأكد انه كلهم صاروا discharge. هذه هي حقيقة الطريقة الوحيدة اللي تتأكد منها انه انت سالم بعد الديسشارج ومعافى من الكريدت. ولذلك تصور الكثير من البنوك راح تسأل على الكريدت مالتك، لانه انت الان بعد خروجك من البنكربسي انت الان فريش، غير مديون لأي احد، ولذلك البنوك تدور على هيك واحد، وممكن ان تصلك الكثير من الكريدت كارد ابليكيشن. اذا ما وافقوا عليك بالبدايه اول شهر شهرين ثلاثه، افتح سكيورد كانه ليس لديك كريدت نهائيا. سكيورد خلي $500 بالبنك واطلب كريدت ب 500، وراح تشوف انه خلال هالسنتين الاولانيه ترجع الكريدت ريبورت مالك، سيرتك المالية مرة أخرى. وحقيقة أحاول أن أفصل هذا الموضوع بالحلقة القادمة، أحتاج إلى مزيد من الوقت لأشرح على هذا الموضوع، ولكن قاربنا إلى نهاية برنامج هذا اليوم من مواضيع المال والاقتصاد اللي تحدثنا عنها. أشكر كل المتصلين اتصلوا بينا، شكرا لاتصالاتكم، أنا أعتز باتصالاتكم دائما، وهذا يعطي ديمومة لبرنامج المال والاقتصاد. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم لحلقة هذا اليوم، ملتقانا إن شاء الله وياكم الأسبوع القادم بنفس هذا الوقت الخميس الساعة 8:00، وإلى الملتقى.